السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الإنسان مكلف بمجموعة من الحقوق، سأتحدث في هذه الليلة في حقين فقط بما يتسنى لنا الوقت. الحق الأول هو حق الأبناء على الآباء، حيث أن لكل ابن على أبويه حق، بل حقوق، حتى أنه في يوم من الأيام كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، جاء رجل ووقف بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكان إلى جانبه صبي، فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا علي؟ قال له النبي: أن تحسن اسمه ونسبه وأدبه وتضعه موضعا حسنا. فإذا هناك مجموعة من الحقوق، من أبرزها قوله أدبا، يعني تربية. إلا أن التربية، وكما تعلمون أيها الأحبة، على نحوين: تربية بدنية وتربية روحية. التربية البدنية، أو نستطيع أن نعبر عنها المادية، هي الإنفاق على ذلك الابن بما يقوي بدنه من مكان أشراف. التربية الروحية، تغذية الروح بما تحتاج إليه من فكر ووعي وعقيدة. إلا أن الذي يؤسف إليه كثيرا هو أن البعض من الناس قد يهتم بجانب التربية المادية أو التربية البدنية ويتناسى التربية الروحية. بتشوفه يبذل لهذا الولد مأكل، مشرب، مسكن، ممكن يقترض من أجل أن يهيئ وسيلة أنس، وسيلة راحة إلى هذا الولد، يقترض من أجل يدرس في معهد، من أجل أن يدرس في مدرسة خاصة. لكن تسأله يوم من الأيام، سألت هذا الولد عن شيء يتعلق بأمور مبدأه، بأمور دينه، بأمور عقيدته، تدري هذا الولد يعرف يتوضا وما يعرف، يعرف أمور طهارة لو ما يعرفها، يعرف أمور صلاة لو ما يعرفها، يعرف شيء من مبادئ ومفاهيم إسلامية لو لا.
كثير او على الاقل البعض بتشوفه مهتم كما قدمت لك بجانب التربيه البدنيه وينفع وكذا، لكن ابدا كان لم يكن مكلف بشيء من التعليم. زين، ومن ثم بتشوف هذا ولد او هاي بنت قد تولد هذا الابن من ابوين مؤمنين، ولكنه مع الاسف الشديد بتشوفه مع شباب غير مؤمنين، او تشوف لما يجيب ابسط الاشياء ابسط الامور في امور طهارة في امور صلاة في امور عبادة. وانا اتكلم من واقع ما اتكلم من خيال. سنويا عندما نروح الحج يجي شباب يجي مجموعة من المحسوبين على المؤمنين، بعض محسوب على المؤمنين، يجي الى وضوء ما يعمل، غسل ما يعمل. سنويا على الاقل على الاقل انا عشرة خليهم يعيدون عمرة التمتع، اجي عقب في الاخير عقب ما اجي ما اشتغلت الا هذا جاي يتوضا بكيفية معينة، تشوف هاي وضوء غلط العام هذا واحد شوف يتوضا يوصل الى ها حجي ما تكمل يا هاي، قال بس انت اول ما بدات يعني يقصد شنو الغسل المستحب زي حجي هذا مستحب ما يجزي عن الواجب. قال اول مرة احجي زين يلا صلح مرة ثانية يريد يبدا يشوف يجي يقول لك بابا وجوز بالكوع يجي تشوف يقول لك انا متعود كذي هالشكل على هو تعلم كذي ترك هذا الاب للشارع. إذا حصل لبعض المؤمنين ودوه المكتب ودوه المسجد ودوه مشروع التعليم في القرية أو صادوه هذول أصحاب الإجرام أصحاب الانحراف وكذا وخلوه، فهذه مسؤولية من؟ هذه مسؤولية هذا الأب، مسؤولية هذا الأب يعتبر مسؤول يعتبر مسؤول لأنه لم يؤدي تكلفة الشرعية وترى أحبائي أن مسألة أن صلاح الإبن ترى هذا الأب رايح يستفيد منه في حياته وحتى بعد ما بعده. أذكر رواية واحدة وعندها هاي الرواية مرة عيسى بن مريم على قدر معدب صاحبه، ثم مر عليه في العام الثاني وإذا هو رفع عنه العذاب وقف يتعجل، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه إنه كان له ولد صالح فآوى يتيما وأصلح طريقا فرفعنا عنه العذاب ببركة ولده الصالح، لأنه ورد في الرواية ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح يعبده من بعده. فإذا لازم الإنسان يلتفت إلى ليه فقط بالتربية البدنية، خليه يلتفت أيضا بالتربية الروحية أيضا. اجي إلى الحق الثاني حق الآباء، هذا الولد أيضا يجب عليه أن يحسن لأبويه، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وللوالدين إحسانا، فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا الإحسان إلى الوالدين. زين، هذا الإحسان هل هو في فترة محددة؟ يعني البعض قد يتصور إنه يجب عليه أن يحسن لأبويه ما دام في سن الكهولة أو في سن الشباب أو كذا، أما بمجرد يصير هذا الأب في سن الشيخوخة
وفي سن يحتاج واحد يوصله الحسينية وواحد يوصله المستوصف وواحد يوصله العيال المستشفى وواحد يوصله المسجد. والله غربان غربتنا تشوف يريد ممكن يخلي ألف واسطة واسطة بالجاني داخل دار العجزة ويختفي. والمشكلة مو أنت دار العجزة، أكو بعض المؤمنين فعلا يؤدي، لكن إنسان عنده شايف اللي عنده واحد مريض في المستشفى يوميا يروح إلى هذا أيضا نفس الشيء. نقول لك إن هذاك في رعاية أفضل. واحد آخر أسأله أقول له ها بالنسبة لأبيك شحالة كذا، قال أنا رحت له في العيد ورحت له بعد في شهر رمضان. من العيد إلى الآن كم شهر؟ عيد البطر وكان شهر رمضان، في شهر رمضان زار مرة وفي العيد زار مرة. إجازة هذا شو يعني يبقي هناك المشكلة لما تتركه ويبقى بالسنة والسنتين وكذا أو لين راح له السنة مرة مرتين ينتظر متى يتصلون بتاع الوقت على شهادة هكذا. أنت مسؤول أمام الله من أن تحسن إليهما من أن تبر بهما. نعم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما شنو؟ أف. تدرون لفظة أف هذه لفظة تدل على الضجر. هاي اللفظة البسيطة يقول الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه يقول لو وجد الله لفظة أوجز في ترك عقوق الوالدين من لفظ أف لأتى بها. ما مش بعد لفظة أقل من لفظ شنو؟ أف. لكن تعال هذه لفظة الأف محرمة، يحرم علي أن أقولها للأب للأم كذا زين. لكن تعال شوف الآن واقعنا الاجتماعي، ممكن هاي الأم تطلب حاجة من هاي البنت أف ما مش إلا أني هيك فلانة لا خلنا نسوي الشغل فلانة لا الحاجة الفلانية ما مش إلا أني أنا قاعد أتابع أنا ويا المسلسل أنا ما بجاي أف والله بس زين. اجي الى الولد قوم هذا الاب مثلا قوم سوي الحاجه الفلانيه جيب الشغله الفلانيه جود هذا الاخ الصغير اوف ما مش لا انا هيك فلان خليه يجود. هذا شو نسج هذا الكلام حرام. ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما اي ولا تزجرهما. يؤسف إليه أن تجد أن بعض الأبناء يعتبر هذا الأب أو هاي الأم مثل الخدام. الأب هو اللي قاعد يروح وقاعد يجيب حتى المأكل والمشرب. شوف الأب رجال شيبة واقف على الخباز وهذا الولد وينه؟ تشوف هاي الأم طالعة ورايحة تجيب حاجات معينة وهذا الولد وينه؟ ليش؟ ما تدري ان هذا شيء قد لا يرضي لك قد تعتبر نوع من الإساءة. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي ولا تزجرهما أي ولا تكالبهما بإغلاظ. مجي حمقان يا ولد وجاي معصر وجاي الآن هاي الأم تكلم وانت رافع خشمك طبعا انت تعتبر الإيذاء هذا يؤدي إلى العقوق. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تدرون معنى القول الكريم يعني شنو؟ يعني القول الحسن. بل أنه ورد أنه ينبغي للابن إذا ضرباه أبواه أن يقول لهما غفر الله لكما. إذا ضرباه أبواه أن يقول لهما غفر الله لكما.
هنيئا لك من أهالي الكورة ولا طلبتونهم يقولوا ليكم غفر الله الله يحفظ أبنائنا وأبنائكم المؤمنين زين وهذا مو معناه أنه يجوز للأب أن يضرب ولده بعد مو معناه أكو ضرب محدود أنا ظاهرا في محاضرة من المحاضرات تحدثت عن تلك التربية المهم بينا أنه قضية مسألة موضوع ضرب الولد او ضرب الطالب في المدرسة واذا استلزم منه احمرار في الوجه مثلا او سويدات الى احمرار يوجب منه دية 3.5 دينار ذهب زين هذه الدينار الواحد يساوي كم 3 غرامات وشوي بعض يقول نصف بعض يعني ما يقارب عن كل احمرار في الوجه تقريبا 120 دينار اذا سويدات جهاز كل واحد ما طالع ويحسب طلعوا الحسب يعني كل واحد يدور ابو وين ضربه وبيروح بيتعمد بعد لا لا يصير ثم انه يمكن للابن ان يسقط ذلك على اهله على كل لا ما بنصحه لا إنزين فإذا يا أعزائي حتى الطالب في المدرسة إذا ضربه المدرس مستلزم من احمرار أو سوداد توجب المهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل شنو جناح الذل؟ يعني طرف التواضع ولهذا يقول الإمام أبو عبد الله سلام الله عليه يعلمنا معنى التواضع هذا يقول ومعنى ذلك أن لا تملع عينيك من النظر إليهما إلا بالرأفة والرحمة ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ولا تمشي قدامهما هذا معنات قول واخفض لهما جناح الذل يعني طرف التواضع وذلك لأن أفضل الأعمال بعد الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله بر الوالدين صلى الله على محمد الإنسان يجب عليه أن يبر بأبويه وأن يحسن إليهما وأن يطيعهما في كل ما يأمراه وأن يكون غير عاص لهما في كل ما يمنعان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم شنو؟ وصاحبكما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم جميعا وأنبئكم بما كنتم تعملون يعني مع هذه المجادلة والله سبحانه وتعالى لم يأمر الإبن بأن يسيء لأبويه صحيح عند أفكار عند معتقدات عند كذا قضايا أنت ما تتبع في هذا الأمر ولكن لا تسيء إليه ولهذا أنا أستغرب يجي واحد يوم من الايام في مشكله اجتماعيه جابوها للمكتب التربيه هذا الاب جد فعلا في اثر في يده اثر ضرب هذا الولد محسوب على المؤمنين نادينا حجي ليش سويت ليش انت هالشكل سويت في ابيك هالشكل قال هذا ابوي فاسق
هو يقول أبوه فاسق. عجيب هو فاسق قطب خليل تقديم الحدود يعني. بس لأنه فاسق أنت والضربة. من قال إن هذا يحق لك؟ اسمع الإمام. الإمام ماذا يقول سلام الله عليه؟ الإمام زين العابدين جاء إليه شخص إجا إليه قال سيدي إن لي أبوين مخالفين. تصوروا ماذا قال؟ بر بهما كما تبر بالمسلمين ممن يتولانا. اسمع الإمام الباقر ماذا يقول؟ ثلاث خصال لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد فيهن رضا: أداء الأمانة للبار والفاجر. ولو أنت أعطاك أمانة حتى لو كان فاجر يجب عليك أن تحلف بها. الإمام زين العابدين يقول: لو ائتمن قاتل أبي على السيف الذي قتله به لأديته إليه. بعد والثانية الوفاء بالعهد للبر والفاجر، والثالثة اللي محل شاهدنا بر الوالدين بارين كان أو فاجرين. زين ترى يا أحبائي بر الوالدين إلى آثار إيجابية كثيرة متعددة وكثيرة. تريد أن الله يزيدك في الرزق كن بارا. تريد أن الله يطيل لك في العمر كن بارا لأبويك. مو أنا أقول، اسمع الإمام الباقر ماذا يقول: ومن سره، التفتوا معي جيدا، ومن سره أن يمد له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل أبويه، فإن صلتهما من طاعة الله وأحق الطاعات عند الله بر الوالدين. بعد ممكن يجيني واحد من الآباء يقول والله تملكنا الليلة قاعد ليلة بر الوالدين، احنا أبوي من زمان مات الله يرحمه، وأمي من زمان ماتت بعد الله يرحمه. زين خلاص يعني انقطع، ما يجب عليك ما يجب عليك أن تحسن إليه، ما يجب عليك أن تمر به. اسمع الإمام الباقر ماذا يقول: وبرهما بعد موتهما الصلاة لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما. هذه كلها شنو؟ يعني من حيث يعني أنت تقدر تتصدق في صدقة وتجعل هاي الثواب هاي الصدقة لهذا، تقدر تساهم في مشروع خيري وتجعل ثواب ذلك، تساهم في حسينية تجعل ثواب ذلك. كثير كثير من الأمور اللي يمكن أن تصنعها وتجعل ثواب ذلك. لذلك الأهل تلك الأم نعم. أما عقوق الوالدين يا أبناء التفتوني شوية شوية، عقوق الوالدين ترى يقفك على الصراط، ما تمشي إلى كل حق بأبويك. يعني تستغرب واحد يقدم رضا زوجته على رضا أمه. جاءني اتصال قبل فترة، واحد يبكي فضل والله عندي مشكلة عندي ما ادري شلون. زين حجي قول وش مشكلتك؟ قال والله أنا كانت صار خلاف بين زوجتي وبين أمي. زين وبعدها صار زعل، وبعدها هاي زوجتي قالت لي إذا تروح إلى أمك أو تساعد أمك أنا أروح بيت أمي. زين شو سوي؟ قال أنا أنت ويش قول؟ قال أنا صراحة ما كنت أروح إلى أمي من زمان سنة وتقريبا شهرين كذا، والآن اتصلوا بي إنها انتقلت إلى رحمة الله، شو أسوي؟ الآن تسألني شو تسوي؟ ما فكرت؟
ما كنت تعرف ان هذا حقوق بابويك وحقوق بامك. لا بل بعد ما كنت ايش اسوي زوجتي قالت اخي بتضيع زوجتك على صار امك. ما ادري ليش يعني هالمستوى العقول وكذا. ولهذا انا اوصي بعض الزوجات بعض الامهات بعض يعني الامهات يحتاج شويه يضبطون نفسهم يضبطن انفسهم. وايضا الزوجات يعني مو ان انت عندك مشكله خلاف بينك وبين هاي ام الزوج لا تمنعين زوجك. ترى هذا زوجك اذا صار عاق اولادك ايضا بيصيرون عاقين اليش. وهذه الروايات كثيرة لكن الحج قال لي أنا واجد أطول الليلة قايل أنا عارف على نفسي لكن يلا بخلص ما بقى ما بجيب شيء. حالات الحال مشكلة يا زلمة ضغطت الموضوع مو راضي أكتفي بهذا. بقول الله سبحانه وتعالى قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربي يعني سعيد. هاي لفظة وقل ربي هاي فيها أمر والأمر هذا شنو يستفاد منه الوجوب أو على الأقل فيه دلالة. صاحب كتاب مجمع البيان الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه يقول في هذا الأمر دلالة على أن دعاء الابن لأبويه مستجاب. وإلا شلون الله يأمرني ويقول إلي وقل ربي ارحمهما إذا ما في استجابة ليش يأمرني؟ يكون بمثابة الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا فيه دلالة طبعا الروايات توضح لنا وتبين لنا الروايات شلون دعاء الابن لأبويه وشلون أيضا بالعكس دعاء الأبوين لابنه. لما يجي الأب هذا صالح رجل مؤمن أو هاي الأم مؤمنة صالحة زين وهذا أيضا الولد بار الولد صالح وهاي الأم دعت إليه الله يستجيب الله يوفقه الله يهديه. نعم ولهذا لاحظ يعني الآن لما نجي عندنا نماذج كثيرة ناخذ فقط هذا النموذج علي الأكبر وعمر. شوف دعاءها علي الأكبر كنا نعرف من هو علي الأكبر. يعني الآن لما نسأل من هو شبيه النبي صلى الله عليه وآله رأسا يقال بأنه علي الأكبر. بعد واحد شبيه النبي يعني ويش يعني اجي تشوف الصفات الحميده تشوف الاخلاق الفاضله الدبيره تشوف كل شيء. حتى بعض العلماء يقول هكذا انظر الى صفات النبي وقص عليها صفات علي الاكبر. شنو صفاته؟ حلم ايضا حلمه يعني حلم النبي صلى الله عليه واله رحمه النبي كرم النبي سخاء النبي كل اي شيء اي صفه في النبي من الاخلاق قد اتصف بها علي الاكبر. حتى الجانب الخلقي مو بس الاخلاقي. قد يقول لي واحد هاي واجد عندكم مبالغه في علي الاكبر اقول لك ذا كلامي انا واخذ كلامي من الإمام الحسين. بعد هذا عنده مبالغة هذا معصوم. اسمع شو يقول لما أن برز علي الأكبر إلى القوم قال ماذا؟ قال اللهم اشهد عليهم فإنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول. هذا الإمام الحسين يقول فعلي الأكبر كان رشحة من رشحات الإمام الحسين ولمعة مما تكنه جوانحه
فلقد كان أبيا كالحسين. انظر لما كان من أمره مع أبيه في الطريق. حين خطق الإمام الحسين خطقة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعه علي الأكبر فأقبل مسرعا إلى أبيه. أبا حسين لم استرجع؟ قال بني خفقت برأسي خفقة فعن لي فارس يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. فقال أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين. فقال له الإمام الحسين جزاك الله من ولد خيرا، جزاك الله من ولد خيرا. طبعا علي الأكبر لازم الإمام الحسين وفي خدمة الحسين حتى نزلوا أرض كربلاء. فكان ما كان من أمر الإمام الحسين وكان ما كان من الأمر من أنهم ضيقوا على الإمام بأرض كربلاء أشد الضيق. فكان يوم عاشوراء، وما أدراك ما يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو أعظم يوم على آل رسول الله، أعظم يوم على أطفال رسول الله. ثلاثة أيام لم يذوقوا الماء. أقبل علي الأكبر إلى أبيه الحسين طالبا منه الإجازة. النساء نظرن إلى علي الأكبر فأقبلن، نظرن وإذا علي الأكبر بين يدي أبيه مستأذنا. أذن له الإمام الحسين فنزلت معركة وأخذ يقاتل أولئك القوم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة يضرب فيهم كمرمات جده أمير المؤمنين. ثم ضعفت قوته من شدة العطش والسهام تأخذه من كل جانب ومقام. هم بالرجوع إلى المخيم، اعترضه شيطان رجيم، عاجله علي بن الحسين بضربة أرداه صريعا. أقبل إلى أبيه الحسين مناديا أبا حسين العطش قد قتلني، أبا حسين ثقل الحديد أبا ضني، ماذا تريد يا بني؟ شتريد؟ قال تدرون ماذا يريد علي الأكبر؟ يريد قليلا من الماء. أبا حسين أريد شربة ماء أبرد بها حرارة كبدي وأتقوى بها على قتال عدوي. يبوي شربة ماء ثم انقلب إلى الميدان.
يدخل في أوساطهم ويخرج من أعراضهم، فبينما هو كذلك إذ برز إليه فارس يعد بأب فارس يقال له بكر بن غازي. تدرون الحسن الحسين وين واقف؟ يقولون لازم مركزه باب الخيمة. وليلى تنظر في وجه الحسين، وإذا قد تغير وجه الحسين نادت أن أصيب ولدي بشيء. قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. ولكن يا ليلى ادخلي خدرك وادعي لولدك، فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن دعاء الأمهات لأولادهم مستجاب. دخلت ليلى خدرها، نشرت شعرها، رفعت يديها، جعلت تنادي يلا يا أصحاب الحوائج أيها المؤمنون، هناك الكثير من المؤمنين بحاجة إلى دعواتكم يا أمهات. لا تبخلوا بالدعاء على المؤمنين والمؤمنات، على أبنائكم، اضموا دعاءكم مع دعاء ليلى. أخذت تنادي إلهي بحق الحسين وغربته، ارحم غربة ولدي. إلهي بحق الحسين وعطشه، ارحم عطش ولدي. شدة البكاء، وما زال علي بن الحسين مع اللعين في كر وقر حتى انفتق الرهن الإبطة. فعاجله علي بن الحسين بضربة، أرداه صريعا، أقبل إلى أبيه الحسين وهو ينادي أبا حسين أنا عطشان، أبا حسين أنا عطشان، أبا حسين هل من شربة ماء أبرد بها حرارة كبدي؟ لا تدركني يا أبويا وجيبني قطرة مية، تدركني يا أبويا وجيبني قطرة مية. رفرف على راسي ترى طير المنية، يا حسين يا اللي من تمسك به عليها. أقبل إلى أمه أنا أتيتك. عند ذلك جاء إليها، أخذ الرأس وضعه في حجرة، تقاطر الدموع على وجناتها فأفاقت في غشوتها قائلة الحمد لله الذي أراني وجهك. ثم التفتت إليه، بني علي لا تترك نصرة الحسين، أريد رأسك قد ميل الزهراء.
لكن بليلة الفكر يا حلو الأطباء لو عاينت جسمك يا عقلي موزع وزار وزينك ما تقدر تنظرك يا بلي بالنزار لكن يعين الله على ضجة المساوي يا الله إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك في عز الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد في كربلاء والأئمة المجتبى بأن لا تدع علينا ذنبا إلا ولا عيبا إلا سترته ولا أسيرا إلا فكرت أسرا ولا مريضا إلا شافيت وعافيت بحق نبي محمد وآله الطاهرين وبحق حرمة سورة الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآله.